التمور يا ابو محمد واعدني بسعر قوي جدا وتراهم يستاهلون. موضوع عندك، عطني التفاصيل. مايك عندنا تشكيلة تمور الوزن كيلو ب10 ريال، هذا منيف. طيب هذا شيش وهذا رشوديه وهذا مجدود وهذا عنبره حق المدينه المنوره وهذا طال عمرك صفاوي المدينه المنوره كذلك وهذا روزانا وهذا سله وهذا صفري بيش وهذا صقعي وهذا سكري مفتل وهذا سكري رطب. اي كرتون من الكراتين اللي ذكرت اسمها هذه كلها ب10 ريال. اي كرتون مسموح الواحد يشكل ياخذ له 10 كراتين ب100 ريال. طيب اي كرتون ب10. طبعا الكميه مفتوحه، كميه مفتوحه للجميع، تقدر تاخذ واحد ولا 100، الكميه مفتوحه. الكرتون ب10 ريال الى 25 مايو او نفاد الكميات. كراتين التمور بأسعار قوية جدا، عطني التفاصيل. ماجد هذا سكري محشي باللوز، حاشينه باللوز، محشى باللوز، محشى باللوز. طيب سكري قصير الحبة ب10 ريال. الحبة ب10. الكرتون أول كرتون فيه 12 حبة ب100 ريال. الكرتون ب100 ريال. أول حبة طبعا محشي ب10 ريال. وش بعد؟ كذلك عندي صقعي نفسه ما شاء الله على الحبة، صقعي محشي باللوز الحبة ب10 ريال، أول كرتون ب100 ريال نفس السعر. أول كرتون ب100 ريال نفس السعر أيضا. في شيء بعد؟ عندنا هذا زي النبوت سيف ب5 ريال حبة. عندنا شيشي هنا الحبة ب5 ريال في البيوت الصغيرة اللي بيستهلك الحبة ب5 ريال. الرطب اللي هنا سكري رطب وزنه 3.5 كيلو، 5 كراتين ب100 ريال. 5 كراتين ب100 ريال. نعم. يعني الكرتون ب25، كل كرتون كم وزنه؟ او 20 عفوا، 3 كيلو. 3 كيلو ونص. نفس التمر وجلاكسي، هذا هو وجلاكسي، يفرق عن الرطب بانه ناشف شوي. 5 كراتين ب100 ريال. ايضا 5 كراتين ب100، الكرتون ب20 ريال، سواء النوع هذا او الرطب. كراتين التمور اللي هنا هذا وش اخلاص؟ هذا اخلاص قصير، حبه كبيره واصفر، 8 حبات ب100 ريال. الكرتون 8 كيلو ب100 ريال فقط. كراتين التمور الجروش اللي هنا هذا وش نوع؟ اول شيء خلاص مجروش، خلاص القصيم. نعم. طيب الكرتون 8 كيلو 8 حبات بكم؟ 80 ريال. 80 ريال. اول حبة ب10 ريال مسموح. اول حبة مسموح ب10. شو تقول لي من لحظات ماجد؟ هذا اقوى عرض. يا سلام، هذا اقوى عرض، هذا اقوى عرض في الموسم. طيب ماجد 12 حبة خلاص قصيم او خلاص اشيقر ب39 ريال، وتطلع الحبة ب3 ريال، يعني ما في تمر ب3 ريال. يا جماعة أبسأل سؤال، هذا مهم السؤال عندي، كميته كيف؟ كمية كل واحد له 10 كراتين، كل شخص 10 كراتين فقط، يعني يقدر ياخذ إلى 10 كراتين ب390. أول كرتون ب39، يعني تطلع الحبة 3 ريال. خلاص قسيم أول شيء. طيب أنا أقول يا بلاش وأنت تقولوا يا بلاش. أكيد يا بلاش. ايش تقول لي ايضا؟ 8 كيلو خلاص قصيم او اشيقر 49 ريال. خلاص القصيم او اشيقر 8 كيلو بكم؟ 49 ريال. كرتون ب 49 ريال. ب 6 ريال. يا بلاش. ترى الكمية محدودة هذا. يعني ممكن ينفذ في قبل 25. انت خابر الوضع اللي عندنا. طيب مسموح كل واحد كم؟ 10 كراتين. 10 كراتين كحد اقصى. سابقون لاحقون. الله عليك. كراتين النبوت السيف اللي هنا عطني السعر. ما ادري 8 حبات ب 40 ريال، يعني حتى ب 5 ريال. كرتون ب 40 او ياخذ الحبه ب 5 ريال مسموح. يا سلام، الكرتون 8 كيلو 8 حبات 40 او الحبه 5 ريال. عجينه التمر اللي هنا عطني التفاصيل. ما ادري كنا نبيعها ب 10 ريال، اليوم نبيعها ب 5 ريال. 5 ريال. كيلو طبعا. اول كرتون كامل فيه 12 حبه ب 50 ريال. اول كرتون 12 حبه ب 50، يا سلام. اللي يبي الفواخر او يبي الشيء الطيب. عطني تفاصيل هالكرتون ابو محمد. هذا مهندس ماجد تقريبا 5 كيلو، من 4 إلى 5 كيلو، صقعي فاخر رطب طيب. اللي يبغى الجوده، اللي يبغى يهدي، اللي يبغى يرسل خارج البلاد، السعر 100 ريال. صح السعر غالي ولكن الجوده تفرق. طبعا 5 كيلو. 5 كيلو. اللي بالشيء الطيب هذا هو عندهم ب 100 ريال فقط. عندنا نفسه جلاكسي، اللي يبغى جلاكسي 5 كيلو 75 ريال. هذا هو، شوف الجالكسي، شوف الدبس، 5 كيلو تقريبا اللي يبغى موجود عندنا 75 ريال. أيضا بسعر كم؟ 75 ريال. 75، 5 كيلو. 5 كيلو. 5 كيلو ب75 ريال. سكري اللي هنا ماجد سكري غميض يدوي، فيه بالنكهات، فيه باليانسون وفيه بحبة البركة. الكيس هذا ب10 ريال أو 8 حبات 80 ريال. كذلك الخلاص فيه ضميد يدوي، فيه ناس يحبون الضميد اليدوي، فيه الكيلو ب10
وفيه 2 كيلو ب 20 ريال. الناس اللي يحبون الضنين هذا 2 كيلو ولا 2 كيلو ب 20 اول كيلو اول كيلو ب 10. ارطب باسعار الجمله مباشره، ما احنا بقايلين شبه جمله الا جمله مباشره. جمله الجمله يا سلام، هذه كميه محدوده يعني الحق ولا ما تلحق. 3 حبات رطب سكري نص كيلو ب 10 ريال. هالثلاثه ب 10. ابغى كيلو مثلا، ابغى كيلو عندنا 3 حبات 20 كيلو 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 تاخذ 3 كيلو ب 20 ريال. يا بلاش، وانت ايضا قل يا بلاش. يا بلاش. 100 كم اقدر اخذ من كرتون؟ 3 4 5 كراتين. 5 كراتين وكل كرتون 3 كيلو ونص. 3 كيلو ونص كل كرتون و5 كراتين ب 100 ريال. وش الانواع؟ سكري رطب وقصير وكذلك جالكسي. اقدر اشكل بينهن؟ يعني تقدر تاخذ رطب او تقدر تاخذ جالكسي ب 100 ريال. يا سلام، الخمسة ب 100 ريال فقط.